السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انت مين يا ابني؟ انا بركة المساعد الجديد بتاع حضرتك. مساعد بتاعنا؟ جالي الساعة كام؟ كام؟ صبط! ولا انا اتظبط عليها الساعة، انا سمعتي زي البرلانت مش قبلك سبعة عشان موضوع المواعيد. اتلم! اعمل لي نسكافيه بلاك. بس انا بحبه بحليب. وانا مال انت بتحبه بحليب؟ ما تتحرق انت. ماشي، بس حضرتك يعني مكسر الدنيا شي برامج واعلانات ومسلسلات، انا ناقص حضرتك تقول مكان الراجل اللي بيقول حصريا على دي ام سي. وانا اللي بقول. طب كويس كويس، اهو الشغل يبقى احلى واكتر يا ريس. عندك حق. بقول لك ايه يالا؟ انت جديد في الشغلانه دي ولا ايه؟ لا ده انا شغال من زمان، انا شغال اشتغلت قبل كده مع الاستاذ احمد عبد العزيز. احمد عبد العزيز؟ الله يمسيه بالخير. حبيبي. اشتغلت معاه امتى؟ اشتغلت معاه من ايام ذئاب الجبل، بس اول ما اشتغلت معاه قعد سنتين كده وريح شويه. الله يطمنك. اشتغلت مع حد تاني بعد الاستاذ احمد عبد العزيز؟ الاستاذه ناديه الجندي. بس راحت اخر خمس دقايق على طول. اشتغلت معاه وخلاص وقعد. جميل، كويس قوي. اشتغلتش مع حد تاني يا حبيبي؟ لا، مع حضرتك بقى هنشتغل دلوقتي وهنكسر الدنيا. وبعدين حضرتك شغال مع كل السوبر ستارز دول. شغال مع كل دول سوبر ستارز. بص، الاستاذ عادل امام، الاستاذ احمد السقا، الاستاذه ياسمين عبد العزيز، الاستاذ عمرو يوسف، ايمي ودنيا، كل دول سوبر ستارز فظاع. كل دول، ما انت شغال معاهم كلهم. انت مركز معايا انا ليه؟ ركز معاهم، بقول لك هم سوبر ستارز. كلهم عاملين مسلسل واحد انت كلهم. خلاص احضر لك لبس مسلسل لاحمد السقا. لحظه. اسق يا حبيبي. لا ولا يهمك، لا تتعوض ان شاء الله. لا انا تمام. ايوه، متشكر محمد رسول الله. لا ممكن نلبس بس. خلاص خلاص. طب حضر لك لبس مسلسل ياسمين عبد العزيز. ياسمين ازيك؟ لا مش هتاخر. اتاخر براحتي يعني، مفيش نصيب. لا ولا يهمك، تعوض طبعا. لا مفيش حاجه، انت مش عارفه. انا عارف السبب، ولا يهمك، بسيطه. طب احضر لك بقى لبس مسلسل الزعيم. ايه؟ لحظه واحده، هتيجي مكالمه حالا. باشا يا زعيم، طب ليه حضرتك الغلط؟ حاضر فهم. ايوه فندم. بس قفل الزعيم، قفل. كان بيحبني قوي. طب حضر لك، طب لبس مسلسل، طب ايه اللي انت مكانك مش هنا يا ابني، تتبخر تطير. استشهد. مش لا تستشهد. ايه تستشهد؟ يا استاذنك عدي. اتفضل يا ارض تعدي. بيتك يخرب بيتك. استاذ بيومي، يلا كلنا جاهزين ومستنيين حضرتك. اللوكيشن منور والناس كلها مستنيه حضرتك. استنى، مفيش منور. ايه؟ عشان اعمل ايه؟ التصوير يا استاذ. التصوير ايه؟ الفوتوغرافيا؟ عشان البطاقه اللي فوق. ما خلاص بقى. بطاقه ايه يا استاذ؟ فوتوغرافيا ايه؟ المسلسل والافلام. ده احنا عندنا النهارده 6 افلام و14 مسلسل. يا سيدي ايه؟ انا هريحوش، لسه في مسلسل كمان. عاجبك؟ اقبل على ايه؟ وكعلمك اللي حصل؟ عاجبني ايه؟ ما انا مش عارفه حاجه. انا عاجبني. انت مش عارفه حاجه؟ لا مش عارفه، الدنيا ضلمه وانا مش فاهمه حاجه. تعالي بقى نصور لعيد ميلاد هنا دلوقتي. عيد ميلاد؟ احضر لك لبس مسلسل عيد ميلاد. اسكت اسكت. لا اسمع لا ارى لا اتكلم فيه، وكل اللي بيتقال لي هسلم بيه. حتى يا بطه مذيع او برنامج اللي هتطلع فيه، ما تضغطش يا ابني. اطلعوا بره، انا من النهارده شغل القرود ده ماليش فيه. لا اسمع لا ارى لا اتكلم فيه، وكل
انا تعبت. اعقل وامشي كمل حلم وخليك مهاوي تاكل عيش. جرب تغلط تهب منك تسكت اللي يروح ما يجيش. لا ما بتهددش وما تهزتش وبكره تشوف انا هعمل ايه. لا اسمع لا ارى لا اتكلم فيه وكل اللي بيتقال لي هتسلم. خلصنا كده ولا ايه؟ السادة المشاهدين مساء الخير، مساء النور، مساء الورد، مساء الفل، مساء كل حاجة جميلة. ايه انا هنا؟ ايه انا قلت اعمل لكم مفاجأة النهاردة. الحقيقة احنا ايه ده اللي جاب الكاس ده في ايدي؟ الحقيقة الكاس ده جميل قوي رغم انه سفيف كده ورفيع والازاز بتاعه يعني حاجه ضعيفه جدا، الا اني سمعت ان هو بيستحمل درجه غليان جامده جدا. لا وايه كريستال، بصوا حتى الحركه. انا اسف بجد اسف. طبعا عرفنا الحلقه النهارده بتتكلم عن ايه، عن الحسد. بس اللي اهم من الحسد الكائن الحسود، وده متوفر بكثرة في كل مكان. تلاقيه حواليك، هتلاقيه حد على طول طول الوقت باصص لك، مركز معاك، ما بيشيلش عينه من عليك. اسمه العلمي ابو عين مدورة. تعرفه ازاي؟ على طول مبرق، بيبص لك بانبهار، دايما منبهر. ده مش عشان والعياذ بالله عاوز يبقى زيك، لا ابدا، الموضوع عنده أهم من كده. هو عايزك تتوكس تبقى زيه طول الوقت، عايزك تبقى زيه. احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ هنعمل ايه؟ في ناس أبوها بيدي في جيوب الناس، ناس تانية أبوها بياكل حرام، ناس تانية أبوها بينصف في الأوتوبيسات، ناس تانية أبوها بينشل في الميكروباصات. انا على فكره متعاطف معاك جدا، بس كل اللي انت بتقوله ده بتوصف واحد حرامي. ما تقول حرامي على طول. يا ريته حرامي، ابونا عينيه وحشه والله العظيم. هنعمل احنا في النسيبه اللي احنا عايشين فيها دلوقتي؟ بس انا عايز اقول لكم على حاجه يا جماعه. قول يعني يا اخوي. هو صحيح طاقته وحشه شويه، بس يعني معقول في اب هيحسد ولاده؟ ما يحسد الملل لاصحابه يا حبيبي. هو انت مش شايف حالنا؟ ده راشق جوه حالنا يا ابني. احنا كنا 11 اخ واخت، اللي كان مهندس واللي دكتور واللي محاسب واللي مزارع واللي محارب. خلاص ما بقيناش غير احنا الثلاثه، وعايشين على المهدئات والمسكنات، كل ده بسبب عينه المدوره. ده حتى ماما ما سلمتش منه. يا عيني برضه ما قلتليش العريس، فاكره اللي جالي لما بابا كان في ماموريه عايز يطلبني عايز يجي قبله تاني؟ الواد خلاص انتهى، ده مصمم. صحيح ست العرايس والبخت صايس، يلزمها رقوة من عين بصايس. مين بصايس؟ اللمة الحلوة دي، ولادي متجمعين. ماما ايه؟ شكلها اتحرقت تاني ماما. أنا كنت معدي وهي في المطبخ واقفة زي القمر بتحمر بطاطس وحاجات كده، فقلت لها أنا عمري ما شفت كده واحدة لسه جاية من قسم الحروق درجة تالتة كمان وتبقى بالطاقة والحلاوة دي. بابا بعد إذنك، ممكن ما تبقاش تقول الكلام الحلو ده لماما وهي بتطبخ؟ عشان هي بترتبك قوي وأنا بحبها قوي وبتروح المستشفى كتير قوي يا بابا. يا حبيبي يا حبيبي. ماما بقت تروح المستشفى قسم الحروق أكتر ما بتروح السوبر ماركت. حبيبتي يا مامي. حبيبي عادل، طول عمرك حنين، بتفكرني محمود اخوك. كنت دايما اقول له الكلمه ديت لغايه ما عمل قلب محمود ومات. قلب مفتوح. مش مهم مفتوح محمود، المهم انه مات. يومها ما لحقتش اعزم حد، مات فجاه كده. بابا في واحد عايز ينقذني، قصدي يتجوزني. يا بنت القرود يا سحوره، طول عمرك ما بتضيعيش وقت. واقفين طابور طابور كده. ده العريس رقم كام؟ ال 14؟ 15 15 يا بابا. لا الاداء ده معلش 15 ومصمم يجي قبل حضرتك يوم الخميس. الخميس يا بابا. اسمه ايه؟ اسمه خميس، خميس ابو كف. خميس ابو كف وعاوز يقابلني يوم الخميس؟ اه. طب ايه يقول لك ان انا حبيته من اسمه؟ بجد من غير ما اشوفه.
كده انه هيبقى عريس بنتي واقول له يا عريس بنتي خلاص مات كفايه يا بابا. انتحر؟ اتجوز اتجوز يا بابا خميس اتجوز. طب هاتي تبارك له. اه هنشوف العروسه حتى. بارك له يا بابا. بص شايف العروسه؟ بارك له. مش باينه العروسه للاسف. انت بص على خميس. لا ولا خميس الصوره مزغلله قوي. ركز يا بابا فيهم شويه. انا لو هركز بقى ركز مع الموبايل. الموبايل تحفه. بلاش الموبايل يا بابا الله يبارك لك ده اللي باقي لي. بابا بقول لك ايه؟ ما ترمي طوبتنا ارمينا كده في الشارع، سيبنا كده 3-4 سنين اشيل الدرنكه بتاعتي وانا واخواتي نتجوز ونسيب لك البيت براحتك. دي اخرتها؟ انا قلت لك الكلام ده؟ ده انا ما اهتمتش بحد في الدنيا قد ما اهتميت بيكم. ده انا عينيا ما بشيلهاش من عليكم. شيلها شيلها شيلها. ده انا مصدر كل طاقتي ليكم. ما هي المشكلة بقى يا بابا في طاقتك دي. ما تبس بقى انت وهي في ايه بس. اسكت. لا يمكن ابوك تكون عينه وحشة. اكيد كل ده صدف. ولا ايه يا بابا؟ سيبهم سيبهم يا امير يا ابني. كل راحتي كل راحتي صدرها عشانكم انت يا كلب بالذات. كل اهتمامي اني اريحك. وانتي ايه يا بابا حبيبي؟ ايه؟ مش شاغلني في حياتي غير سعادتك. اه نفسي اسعدك. اسعدك. اخواتك فين يعني؟ ما يهمكش يا بابا. على العموم ابسط يا عم كده مالكش جيش. انت بقيت وحيد. كنا 11 بقينا 3 بقيت وحيد. عشان اعرف اركز معاك انت. ربنا يخليك ليا يا حبيبي. يلا بينا نقوم نزور ماما. يلا يا بابا. تعالى معايا. شايف انا بحبك ازاي وجايب لك كرسي متحرك؟ لا اسمع لا ارى لا اتكلم فيه وكل اللي بيتقال لي دايما وابدا في كلامك مع الحسود لازم تتبع سياسة الصمت ثروة مش هتعرف قيمتها الا لو اتنيلت اتكلمت. بمعنى انك لو قعدت مع الحسود خد بالك هتلاقيه مبرمج على التضاد اي حاجة وعكسها. اوضح اكتر. لو انت مقابله مثلا وانت عواطلي وهو شغال هيبقى الرد تشتغل ليه يا عم؟ خلي الشقة والتعب ده للناس اللي زينا. لو تأخرت في شغلك كل يوم هيقول لك ده بياخد اوفر تايم. لو عازب يقول لك ده بقضيها. لو متجوز يقول لك مستريح ومش عارف يودي فلوسه فين. ولو جبت حاجه قسط يقول لك ده بيوفر. لو جبت حاجه كاش يقول لك ده لسه قابض الجمعيه. دايما انت بالنسبه له رائع عظيم الى ان يحدث العكس. تتقي شره ازاي بقى؟ اول ما تجيب عربيه جديده ما تستناش لما هو يديها عين. سبق انت وخش بيها في أقرب شجرة أو حيطة. لو بص على ابنك وقال لك الواد ده شاطر كده ليه؟ اتبعه قدامه. ما تدلوش فرصة يبوظ عليك حياتك. بوظها أنت بإيدك واسبقه. تعالوا نشوف الناس هتقول إيه. وحسبي الله ونعم الوكيل. طبعا الفل. صباح النور. ايه رايك عن الحسد؟ الحسد والله إيه حاجه مذكوره في القران. حلو بتاع ربنا ولوحش بتاع ربنا. لا الحسد انا ماله مال الحسد. الحسد مذكور في القران ما قلناش حاجه. الحسد ده حاجه حاجه دي بتاعت ربنا. ده حاجه اساسيه دلوقتي في البلد. ما لكيش موقف كوميدي قبل كده مثلا حد قال لك ايه ده مش عارف ده حلو والحاجه دي كويسه باظت لا قدر الله وكده؟ انا كنت جايبه مره مغيره العربيه بتاعتي وبعدين واحده كده قابلتها فبتقولي انت فين وكده قلت لها انا مسافره. فقالت لي ايه ده انت مسافره بالعربيه الجديده؟ قلت لها اه. لا السفريه اتضرب عليا نار حضرتك. مره
متخرجه من البيت وواحده جارتي شافتني وانا لابسه شوز كده بكعب رجعت من غيره. مره قالوا لي انت وشك امور قوي، قلت لي حساسيه لدرجه ان انا رحت لدكاتره مصر كلها مش عايزه اتعالج، قالوا لي لا روحي هاتي معزه وخدي اللبن بتاع المعزه حطيه على وشك. ما جبتش مثلا بنطلون جديد واحد قال لك ايه ده حلو اتقطع ولا حاجه؟ في واحد. ايوه عملت ايه بقى؟ عادي وديته للترزي 95 حظوظ فيها عود. خمسه خميسه خمسه خميسه. لا اسمع لا ارى لا اتكلم فيه وكل اللي بيتقال لي هزلني. لا اسمع لا ارى لا اتكلم مش عاوز تلقى يا طول انت جاي هنا ليه؟ يا باشا انا ما اعرفش اي حاجه، انتوا اللي عايزيني وانتوا اللي جايبيني. انتوا ما قلتلوش دي مهمه سريه يا فندم. انا اللي قلت لكم انها مهمه سريه؟ ايوه يا فندم. طب ايه اللي معصبني كده؟ انا شايل النفس ده يعني؟ ايه يا فندم طلعت سريه؟ اه طب السريه دي اسهل حاجه. طب ايوه طب ما انت حضرتك مكبر الموضوع. ايوه كده كده اهو. ايوه شكرا يا باشا. لا العفو عليك. ده الحمد لله انا طمنت دلوقتي الناس سريه الحمد لله. زقوا لي قدام شويه. شوف يا رشاد احنا اخترناك من وسط 90 مليون بعد التحريات في منتهى الدقه. بعد ما تاكدنا ان انت اثبتت ان عين الحسود فيها مليون عود وعود. المعلومات اللي عندي بتقول ان عينك ممكن تفلق اي حاجه مش الحجر بس. يعني سنه 2010 اتخانقت مع سواق زميلك في الموقف عشان كنت عايز تحمل قبله. ايوه فاكر طبعا. واول ما طلع عليك المطوه اديته عين فغز نفسه هو بدل ما يغزك. فاكر الحادث؟ ها اخلص. في 2012 زبون بعربيه مرسيدس زنق عليك فديته عين فاتقلب بعربيته في الترعه رغم انه كان ماشي على كوبري اكتوبر. ومفيش ترعه تحت اكتوبر بس انت قادر قادر يا باشا. ما هو اكتوبر كده غدار طول الوقت ملوش امان كده. مش بس كده انت كمان الله محفظنا عندك ميزه مش عند اي حد، انت بتحسب بالخيال. طيب ما ديك قلت هو كبير يعني استفيد ايه بقى لما تغمي عيني وتخليني مش شايفك؟ ما انا ممكن احسد بالخيال برضك وانا مغمي عيني كده عارف ان انت قدامك السكريبت وبتقرا منه. فخلينا بقى نبقى حلوين كده وندي بعض الامان. ابوس ايدك بلاش تحطني في خيالك، انا لسه مترقي جديد وعندي عيال يا ابني. لا يا باشا ما تخافش عيني عليك بارده. شيلها له يا ابني وربك يستر. لقيت دي معايا يا ريس. وريني كده. تركز معانا، بص قدامك. حاضر يا باشا. بص على يمينك بقى وراك. اه شايف يا باشا. شايف طبعا. شايف شاشة عرض من الصنف الغالي قوي. ايه يا باشا انتوا حاجاتكوا تعبانه ولا انتوا قصتكوا ايه بس؟ انت برضه هي اللي تعبانه. ايه النظام؟ ده عمرها ما عملت كده. خليك حلو يا ابني ابوس ايدك. استرها يا رب. بقول لك ايه؟ عايز تروح حاجه؟ انا يا باشا تحت امرك من ايدك ليه ايدك دي؟ انا ممكن اعمل اي حاجه في الدنيا عشان خاطر مصر. انت عارف مصر دي بالنسبه لي ايه؟ مصر دي بالنسبه لي من الصنف لا سيب البلد في حالها البلد مش ناقصه. حاضر يا سيدي الناس. اهدى شويه. حاضر. بص يا سيدي. احنا كل اللي عايزينه منك ان احنا هنطلع لك جواز سفر مطلوب وهتسافر بيه لاسرائيل. اول ما توصل هناك هتركب ميكروباص مشروع توك توك توصل عند مبنى الموساد. هتدي له بصه حلوه من البصات بتاعتك تفلقه لنا اربع ارباع. ايه الافكار الجميله دي يا باشا؟ افكارك دي ايه بس؟ استرها انا دايخ. بس انت عارف احنا ممكن نعملها من غير اي تكلفه من غير ما تدفع ولا مليم. انا ممكن اخلص لك القصه دي وانا قاعد هنا اهو واخد انا الفرق. ليه اللفه والسفر والمروح والمجي والشغلانه دي كلها من غير ما تسافر خالص يا باشا؟ هنا كده اقعدي كده من موقعي هذا.
بموقع كذا؟ اه. طب يلا يا باشا، عايز اقول لك بلا فخر، لو عايز تحسد حد في المريخ يبقى امين. يلا. الواحد جواه شويه حقد وغل يفلقوا العالم كله. اسرائيل ها؟ المسد؟ مسد. اسرائيل دي صنف من الغالي قوي. تليفون. الو؟ ايوه يا فندم. الاردن؟ يخرب بيتك شو؟ ايه كبير. طيب تمام يا فندم. حاضر يا فندم، حاضر. الاردن؟ انا ايش عرفني ايه علاقه الاردن باسرائيل بالمنطقه دي؟ الحدود مع الاردن لازقه يا باشا. يا باشا ما انا مش جي بي اس، انا راخر وانا بحذف بجوجل مابس. ما انت لازم ترسيني، ده انا بشغل الخيال وكده. اديني لوكيشن. يخرب بيتك يا شيخ. يا فندم احنا بقالنا 96 ساعه ما نمناش. 96 ساعه؟ لا دي ايه الدماغه دي؟ بيتك انت عملت ايه؟ باشا انت بتشخط فيا بدل ما تتشكر لي ان انا نايمت لك العيال. نايمت لي العيال ايه؟ وعندهم مدرسه الصبح عشان يرتاحوا كده ويشوفوا اشغالهم. ولا مش عايز منك حاجه. احنا هنحارب. هتحارب؟ ايوه. قدها وقدود يا كبير. جابني اردن. لا اسمع لا ارى لا اتكلم. أمثال كتير اتكلمت عن الحسد، بس في ناس كتير فاهمة المسألة غلط وخلت الناس تركز معها أكتر. أشهرها مثلا ما تبصليش بعين رضية، بص اللي اتدفع فيا. أحب أقول لسيادتك أنت كده ما منعتش الحسد، أنت كده وجهتهم يحسدوا إزاي وفين. وتلاقي حد كاتب على الميكروباص بتاعه مش فشخرة ولا ورث، ده أنا جايبها بخلع الدرس. ما شاء الله، درس واحد جاب لك ميكروباص؟ امال بعيد سنانك لو اتباعت هتجيب ايه؟ العين صابتني ورب العرش نجاني. ده بالظبط عامل زي واحد حدف اخوه بحاجه، التاني قال له ما جاتش فيا. لو فاكر طياره دي واقفه عليا بخساره. يا باشا واقفه على حضرتك بخساره وهتبيعها وما تعرفناش. عاوزين رايي من الاخر. لما تلاقي حد يقول لك حاجات تشبه انت بس اللي شغال واحنا قاعدين، انت بتطلع من الاوردر ده على الاوردر ده، احنا لو فتحنا الحنفية هتنزل منها، قول له اه انا كده. حي امرني يا جميل وربك يسهل التسهيل. معلش اصل انا اول مرة اروح عند زجال مش حضرتك زجال برضو؟ زجال؟ لا دجال. سوري التاني زبال، معلش انا اتلخبطت، انا اسف. يعني اصلا انا ماليش قوي في الحاجات اللي هي الشعوذه مش في شعوذه برضو عند حضرتك هنا ولا ايه النظام؟ لا بس بعتنا نجيب. اؤمر، مشكلتك ايه؟ انا مولانا محسود. محسود المليجي. لا ايه ده، انا قلت غلطت في الجو، لو مش عاجبك ممكن نخش سكه تانية. لا دي سكه قديمه خالص، انا اول مره اجي اتصدمت. حي انا الحسد مبهدل حياتي يا مولانا. يبقى داء بيك الحال ونفسك اوام في العيال. لا انا متجوز من 5 سنين وعندي 9 عيال. حي انا خلفت 9 عيال وانا متجوز من 5 سنين، لاني متجوز 3، واحده روسيه واحده فرنسويه واحده لبنانيه. حي غلب 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 يا ابن القرود. روسية وفرنسوية ما كانش ليها لازمة اللبنانية. أنا قلت أحمد خسرة في الآخر كده. أنا كمان متجوز 3. ياه. بس 3 في واحد نسكافيه يلعن أبو دائب فيه من قبل أنت ما تعترض. ما شاء الله عليك. فهمت؟ يبقى المشكلة أكيد في العيال، قرود الأدغال، وحلهم أكيد مال. لا خالص، العيال عاديين جدا، عيال شقر كده ومبقلظين.
الولاد بيلعبوا ووتر بولو ابطال جمهوريه، والبنات بيلعبوا باليه مائي في المنتخب. الجو انا 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 زهقت. تبقى اكيد اشفور ونفسك تروح كارفور، وعلى راي شيبه اللي له قرش ما بينامشي، ما بالك بقى باللي عليه. لا على فكره بالعكس، انا بشتغل يومين في الشهر حسب الرحله، لو اوروبا او امريكا. لان انا نسيت اقولك ان انا طيار ديليفري. لا لا طيار، طيار مدني، وباخد حوالي 46,000 دولار في الشهر. الحق غيرهم، الدولار بينزل. شفت؟ مش بقولك محسود، اهو بينزل. وبقضي بقى بقيت وقتي كله مع العيله، وبتفسح عيشتي بقت مرار. يا ابني انت جاي تزهقني من حياتي وتعقدني، اكيد حسدوك العوازل وصحتك دايما في النازل. ما انا هحكي لك وهصعب عليك والدمعه هتفر من عينيك. شفت دي قفشت انا القافيه اللي انت شغال بيها من اول القعده. حتى دي اتعلمتها، بس كويس بكره تشتغل مكاني يا حكمان، عندي مسرح. كمان في مسرح؟ انت يا ابني جاي تنبر عليا، انت عايز مني ايه؟ انا هحكي لك يا مولانا مشكلتي بالظبط عشان تعرف انا قد ايه محسود. من 3 شهور انا اشتريت عربيه لامبورجيني. لامبورجيني؟ وتصورت جنبها هي والرولز رويس القديمه، وحطيت صورتهم على الفيسبوك وكتبت مع السيارتين الاقرب الى قلبي. تخيل اشرف ابن عمتي عمل لايك وكتب كومنت، قال لي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي. اسمه اشرف. اشرف ده، اشرف ده عينه تفلق الحجر. انت مش متخيل العربيه حصل فيها ايه. ولعت. يا ريت. اتقلبت. ما كنتش هتضايق. سرقت. هتبقى في تامين ومتامنه زي الفل. اتخبطت. تخيل وانا بفتح اللوكر وبدوس على الريموت، صوت اللوك بقى عالي قوي. هي ليه صوتها بقى عامل كده؟ ليه عربيتي اللي انا بحبها صوتها عامل كده؟ ايه اللي حصل لي بس يا ربي؟ ايه اللي حصل لي؟ ايه اللي حصل لي؟ ليه؟ اسمع يا اخ، اسم الكريم ايه؟ رامي. رامي البلتاجي. رامي البلتاجي، اسمك حلو كمان يا ابن الايه. حلك عندي، مشكلتك بسيطه، حلها عند واحد بس. ماكايفر! شايف الزرقان اللي فيه ده؟ الباب قفل عليه. يا ساتر. ماكايفر! ايوه ما انا جنبك، تزعق ليه؟ ماكايفر! ايوه انا هو انا ده. البيه متجوز 3، واحده روسيه وواحده فرنسويه. كفايه. لا وقفل بايه؟ عمل ايه؟ بلبنانيه. صغيرة خالص اللبنانية دي كده. البيه مخلف 9 في 5 سنين. ايه ده؟ لا ودخلت عليك عادي وصدقته؟ استغفر الله العظيم، ما تفهمش غلط. لا لا ما استغفرش، لا مش ده، احنا ما بنعملهاش، ده كداب على فكرة. صدقوش، انت جاي تعمل ايه هنا؟ امشي امشي. ما هو متجوز 3. صح. في 5 سنين ينفع. ممكن. برافو. انت كنت ادبي ولا ايه يا ماكايفر؟ ركز. ما شاء الله الكيمياء ما بينكم. من فضلك. البيه عنده رولز رايز. رولز رويس. رولز رويس. ماكايفر! والله جنبك. الباشا محسود. ايوه طب انت عايزني اعمل له ايه انا ده؟ لا لا لا، انا ولا محضرك ولا جايبك ولا صدعتك عشان البيه، انا جايبك عشان تولع في المكان وفيا. انا حاسس ان ماليش لازمه يا ماكايفر. انت بصراحه معاك حق بالله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا 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 خليته إيه يتدين. لا 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 ايه يا حاج، اسكت حرام عليك يا لا راجل. لا لا العفريت تدين. حسبي الله ونعم الوكيل. العفريت تدين. حسبي إيه؟ الله ونعم الوكيل. منك لله يا لا شيخ. لا 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 روح يا شيخ، منك لله. انت حسد الله ونعم الوكيل. رامي باين عليك اتحسدت. بلتاجي امرني. امسك دي. لا ما تعملهاش. لا لا بلاش الفينش، بلاش الفينش. امسك دي. ده خلاص عشان المسرح، عنده مسرح فهو مشغول. راحت فين الدقه؟ ايوه هي دي. امسك دول. مش معقول. وانا كل ده قاعد لقيت 10 دقايق فاضيين قلت اجي. مفاجأة صح؟ جميلة. صح عملته حلوة. حلو وموت. لا اسمع لا ارى لا اتكلم فيه، وكل اللي بيتقال لي هسلم. لا اسمع لا ارى لا
يا سلام يا الله، والمستويات والحاجة ده مطبخ كامل. شوف بص، والإضاءة وال واحد اتنين تلاتة أربع كاميرات. بص لا، فلوس صرف ما شاء الله، ربنا يزيد ويبارك، ربنا يزيد ويبارك. ينفع اللهم صل على النبي في وسط الكلام؟ انا قلت ما شاء الله في وسط الكلام، بس كانت غلطه يعني. ما كنتش قاصد انت. ومجع علي يا خلاصي يا خلاصي. ومكتوب لو عايز ترمير مين مكتوب يوستفندي افندي. الله، يوستفندي الزمان افندي اهو، مكتوب افندي بس اهي افندي. جميل جميل. لو عايز يوستفندي نعملها. مش انت جايب، انت يعني حلقه عن الحسد جايبني انا؟ انت المفروض تجيب نجم تحسده، يعني انت جايبني انا اعمل ايه؟ انا مسكين انا. انت بيومي؟ ما انت نجم، اللهم صل على النبي. لا يا راجل، انا فاكر ان الفلوس خلصت في البرنامج فجبتوني. مش حاسس ان ما شاء الله الحلقات اللي فاتت كلها في النجوم اسامي، وبعدين انت جايب المره دي في حاجه اتحسدته؟ ده حقيقي اتحسدنا المساله يعني في النازل شويه. انت الحلقه الجايه لوحدك بقى. ويمكن ما اجيش. اجي انا، شوف انت بقى الاقل. لا ربنا يزيد ويبارك بصراحه، يعني شغل خطير، شغل خطير خطير. نفسنا احنا في ربع ده، عارف انا لو عندي ربع ده والله ممكن نبقى في حته تانية ظريفه خالص خالص. يعني فين مثلا حته تانية؟ فين نبقى؟ هنا على الاقل يعني، اقل فضلوا. حاجه نبقى هنا. الله يخليك، ربنا يكرمك. لا والله اتفضل، مش من قلبك قوي يعني، ما شاء الله منورنا. لا ايه منورنا، ده نورك نفس المج بال مش برد العكس. يبقى انت عند صورتي، انا علي صورتي عندك وانت صورتك، المفروض نعمل ليه؟ انت ناسي نفسك، انت حلقه وغير في داهيه يعني. ربنا يخليك، ربنا يخليك، ربنا يخليك. هي حلقه انا اعمل لك مج باسمك، ربنا يخليك. واخده معايا يعني، اعملوا له مج لو هيهدى، اعملوا له مج يعني. اجري ومج، اجري اجري قصدي يعني، اقصد اصل افتكرت قله ادب. لا لا لا، انا يعني افتكرت لك تكلم فلوس ولا حاجه، اي حاجه فوق المج. طيب انا كان نفسي يعني اسالك بقى وحاجات كده، بس انت محضر اسئله وبتاع؟ محضر اسئله وفي ورق. وزي بص بقى ومذيع فعلا. بص بايبه فندي، بس بسالك. طب انت بالذمه انت عارف الحاجات اللي انت قريت الاسئله دي؟ عارفها؟ لحقت تقرا حاجه تعرف حاجه باللي هنا؟ لا انا عارفك، ما تقولش لا انا احنا عشره. انت قريت الحاجه، انت عارف ايه اللي هيتقال دلوقتي في الحاجات؟ لا مش عارف قوي. انت عارف ان انت اول واحد حسدتني في حياتي؟ ايوه فاكر لما طلعت في المهرجان وقعدت تقول؟ ايوه حصل، فاكر؟ انا اللي فتحت الفتحه السوداء دي، بعد كده بقى الفيسبوك كله اشتغل بتاع. من سنتين تقريبا كانت، من سنتين بس. حصل لك ايه؟ حصل خلال السنتين ده. انا كنت بقول لك السنه اللي فاتت حاول تركز على الجام. بقول لك السنه اللي فاتت 2017 قلل شويه عشان تركز على الجوائز. السنه اللي فاتت 2016 دي واخد جوائز برضو. هتموتني. لا ليه يا حبيبي على ايه؟ لا لا، طب نلم الاسئله. لا نلم الاسئله. سمي يا خلاصي. الله، ومطبوعه هنا ورا افندي مش ايه؟ دي كان مكتوب فيها اسئله، بس شفت إيه؟ عين اهلك. دي كانت مليانه اسئله. لا خد من دول، ما شاء الله، ما انت معاك كتير. طب خد تحسدنا على الاسئله. اربع ورقات واربع كاميرات يا انا كنت طالب الخمسه، ما اعرفش ايه اللي حصل. كمان في فلوس تجيبوا خمسه؟ اتقلبت في الترعه وهي جايه. هو مفيش ترعه اصلا في في ترعه وانت جاي كده. ايوه الاستوديو غيرت الديكور مخصوص عشان. يا رب عدي على خير. فضل. نبدا. اتفضل يا استاذ، اتفضل. لو معاك تذكره طيران اوبن يعني تقدر تحدد انت البلد اللي انت نفسك تروحها. والله ما لسه اول مره يقرا الحاجات دي، والله انا قلبي انا عارف. اتفضل. بس قريته حلو يعني، اول مره اقراه، بس سبحان الله. طب نسمع. وكان قريته قبل كده. نسمع بقى مره تانية كده. اقوله تاني؟ مع بعض من غير سكتات. يلا مره تانية. يلا. كده. حلو قوي. تمام. حلو قوي. معانا اللي فات ده معانا برضه. ماشي. يعني اللي فات معانا. تمام. احتياطي. باذن الله. انا حاسس بارتباك في البلتو كله. انت منورنا. بجد الله يخليك. يعني في ناس حاسه ان مش قاعده على بعضها. لا ده انا شايف ما شاء الله، انا شايف الناس في حاله حب فظيعه طول الوقت. في غير طبعا حبيبي، خد بالك هتقع بالكرسي، خد بالك. غير اي لوكيشن، خد بالك لان انا خايف عليكم كلكم. حاله حب فظيعه في لا شايف عمره صوته ما طلع فعلا. ثلاثة بالله العظيم الاستاذ صوته ما طلع في يوم. انت قادر؟ بس دي مش، اللهم صل على النبي. انتوا بتعملوا حاجات في النص عادي مش احنا ما كناش بنعمل النهارده بقى. يلا يلا بينا. ابتديتوا تنزلوا في الضيوف وابتديتوا ما تدفعوش الكهرباء تقريبا. لا كهرباء ولا ميه ولا اي حاجه.
عدي على خير يا رب. السؤال معلش تاني بتاع الطيران ده، لو معاك تذكره طيران اوبن اللي هي بتبقى مفتوحه ديت يعني بتاع من حقك ان انت تختار البلد، شفت مش هبص في الورق تختار ايه البلد شفت. ده لا له علاقه بالحسد ولا، وانا انا يعني انا بحاول اخفف المساله، انا قلت له خرجونا بره الموضوع شويه لان انا صدري بدا يقفل. طبعا يعني انا لا انا مش هعتبر نفسي ما سمعتش حاجه، لان انا مش هجاوب على اسئله. مش هتجاوب على ده؟ بس طيران وبلد، وانت مش هتقول لي بقى احمد امين الفنان واحمد امين الانسان والحاجات دي؟ ده بعدين، ده كمان ده جاي. طيب لا طب كم اسالنا في الحلقه نفسها. ثم فنان ايه وانسان ياض، انت نسيت نفسك ولا ايه؟ نسيت نفسك صحيح؟ يعني 7-8 سنين فاكر؟ ايوه. على فكره احنا محتاجين واحد ثالث في القعده دي عشان يحكم ما بيننا. لا عشان نحكي له، لان احنا كل الحاجات دي بنقولها اصلا، بنقولها على القهوه وبنقولها في النهار واحنا بنقعد مع بعض. ايوه والزيارات العائليه والكلام ده. كنت بمثل في مسرح فنون جميله، وحضرتك كنت طالب في كليه فنون الجميله وفي سنه رابعه، وكنت رئيس الفريق. انا فاكر. صح انت كنت رئيس الفريق؟ ايوه انا فاكر. وكان الاستاذ ماجد الكدواني في دفعتك. ايوه وانا كنت اخويا. انا عند ماجد الكدواني قلت والاستاذ ماجد الكدواني، ما انا قلت عندك رئيس الفريق يعني ما انا ما قلتش عنه حاجه. فالمهم ايوه ساعات لو اتكلمت في تقول لي يا حاج انت ليه مش ليه مش حاططني في. ما هو اول مشكله يا بيومي، انا برضو مشفق عليك يعني. انت احساسك ايه وانت بتشوف ناس اصغر منك في السن بيعملوا برامج احسن يعني، او مش احسن يعني، اقصد مش افضل بس يعني في مستوى رغم الامكانيات القليله بس بنبقى ده هل ده بيضايقك؟ لا خليني انا اسالك. انا اتفضل. يعني هل ده لا مش ده والله لا العظيم لا رئيس المقامات ده مكانك. لا المقامات هزعل. لا والله ابدا. انا بسالك عادي. اتفضل. هل ده بيضايقك؟ حبيبي سيبهم عشان مش مرتاح. اوكي. هل ده بيضايقك ان انت تحس ان في ناس اصغر منك نص سنك مثلا وبيعملوا حاجات؟ لا طبعا ما بيضايقنيش، لان كمال الله سبحانه وتعالى يعني. معقول هنجح في السينما؟ انا مش بقول لك كمال، انا بقول لك على الاقل يعني بقول هنجح في السينما وفي المسلسلات وفي بتاع يعني. انا معدي بقى في السينما والحاجات دي بتاع، مش حد محصلني فيكم. عايز اسالك على حاجه صحيح كمان. انت ليه ما خدتش بالك من الكلام اللي انا قلته من شويه يعني؟ ما عشان انا مش ما خدتش اجابه. بنجح في السينما وبنجح في البتاع. ايه علاقه ده باللي صح انك بالظبط؟ اتفضل يعني. وبعدين ما انا مش ولا اسالك ان عندك مشاكل في البرامج، تقول لي ما انا بنجح في ايوه. انت بتقول لي انت يعني السؤال بتاعك ان اصغر منك والكلام دوت وسابقينك وبتاع في البرامج. انا مش بتكلم على حد معين، انا بقول لك كمال الله سبحانه وتعالى ونعم بالله. انا عارف انه ما اتكلمش على حد معين. قول لي يا استاذ دلوقتي، انت ليه المنتجين حاصرينك في حته السينما والمسرح والمسلسلات والبرامج ومقل جدا في الكرتون ليه يعني؟ هل ما بيجيلكش ورق حلو في الكرتون؟ هل لا ليه؟ انا دلوقتي بعمل 3 كرتون. لا ده دلوقتي واحنا قاعدين دلوقتي. لسه مخلصه قبل يعني ده هيتاخد. الصوت اللي احنا بنقوله ده هيتاخد يعمل عليه كرتون؟ لا 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 لا، عامل 3 مسلسلات كرتون وهينزلوا دول مع ربع. في كرتونه واحده. اعتبر نفسي ما سمعتش حاجه. لا حبيبي اعتبر نفسي ما سمعتش حاجه. طب انا عايز اسالك، انت خايف مثلا ان بعد شويه قدام من يعني مش قصدي حاجه بس حبيبي يعني حماده اخد راحتي حماده، مش خايف ان مع تقدم السن شويه ده قدام لسه هل انت فين انا وفي الحاجات دي ان شاء الله؟ هل انت خايف ان يعني انك تبقى مش فبتشتغل كتير دلوقتي؟ لا هل ده السبب اصلا؟ قول ده للناس، اصل الناس من حقها تعرف. من حقها تعرف انت ليه بتعمل كده؟ ايه الحسبه عندي عامله ازاي؟ والله اصحابي بيقولوا لي لما تشوفه قول له ليه بيعمل كده. اصحابك ما تجيبهم على القهوه واحنا قاعدين مع بعض من بره. بيقولوا لي لما تقابل بيوم قول لي ليه بيعمل كده. فانا عايز اعرف، قول لي ايه الفكره؟ والله انا لما بيتعرض عليا ورق كويس زي ما انت عارف، انت من منطق من زمان قوي كل الورق اللي في مصر كويس. هل ده معناه حتى كل ورق كلينكس اي كل الورق؟ حماده وانا مش كل الورق بعمله فعلا. طبعا انا بعتذر على فكره على حاجات يعني مثلا انا بشوف تفتح مثلا شنطه العربيه بيبقى فيه حاجات كتير كده. دول المعتذر عنهم انا بقى الكتير. دول المعتذر عنهم. وديتني مره فيلم اقراه عشان اقول لك رايي. قعدت يومين ما بنامش. بعدين قلت لي وحش قوي. قلت لك وحش قوي. قلت لي ده انا مصور اسبوع. انت اتاخرت. قال لي انت قريت انهي اللي الظهر ازرق؟ لا يا ابني ده انا مصور فيه اسبوع. اصلك اتاخرت يا حبيبي يومين. ايه استنى يومين الراجل ما استناش. يومين ما نمتش بقرا 160 صفحه عشان اقول لك صورت خلاص يومين. ايه اتفضل يا بيه اسئلتك. اتفضل. انا اي عمل بيتعرض عليا ما باخدش اكتر من 8 دقائق بحسن فيهم القرار. لو عدوا ال 8 دقائق الراجل ما يتفائلش. المنتج يعني
طيب هو من معرفتي بيك يعني وعلاقتنا ببعض اعرف انك بتخاف من الحسد زي ما كلنا بنخاف من الحسد. ما بتركزش معاه بس بتخاف منه. بخاف طبعا من الحسد. بخاف منه. هل بتعمل اي ديفنس للموضوع دوت؟ اجراءات. ايه الاجراءات اللي ممكن تعملها للحسد؟ ما اعرفش وانت توافقني ولا لا، ان الطبيعي ان في اي حاجه في الاول بتقوم مخبيها شويه، يعني بتقوم طبعًا. مش متكلم قوي ومسيح وبتاع. طبعا. استعينوا على قضاء حضرتكم بكتمان. والمثل الشعبي داري على شبابيك تقيد. تقيد بالظبط، دي صح جدا. فيمكن ده اجراء ان في اول اي حاجه بحس ان هي ممكن تبقى ظريفه تيجي كشغل او كحياه او حتى في الحياه الاجتماعيه بتبقى ايه تداري عليها شويه. لكن اجراء ايه تاني؟ لا مفيش بقى الاجراءات اللي هي الالوان والحاجات والخمسه ولا لا ما بصدقش. انت عارف ان الاجراء اللي انت بتتكلم عليه ده هو اللي مخليني اشتغل كتير قوي، بمعنى ان انا لو بحكي للاهل حتى القريبين جدا اللي عارف انهم مش هيحسدوني على الكلام ده كانوا هيظبطوني شويه عن كده يعني انا يعني اللي اقصده ايه، انا كتير جدا بخبي على مراتي الا لما الحاجه تتعمل. مش هتحسدني ست بس انا من منطلق ما اقطعش، واخد بالك؟ فتلاقيني من بعد ما امضي الحاجه بروح اقول لها اللي هو لو قلت لها قبل ما امضي تقول لي اوعى انت اتجننت ازاي، فامضيها واروح يعني. وانت عارف احنا التزمنا بالامضه والتزمنا بالعهد الكلام ده وبتاع اللي هو بالكلمه كرجاله يعني وبتاع، خلاص انا التزمت معاك ان انا هشتغل الحاجه ديت هشتغلها. لا انا في حاجات اصلا يعني قعدت انت تشتغل فيها سنتين، انت كنت قايل انك طالع في حلقه قعدت سنتين شغال فيه. انا مش بحسد بس انا بقول ان دي ايوه افتكرت صح افتكرت لا دي حلقه كده انا طالع حلقتين فقابلتك بعدها بسنتين هو لسه الموضوع موضوع. انا عندي بالنسبه لي المساله بتبقى حسب الصدف. يعني مثلا صديقي وصديقك اكرم حسني طبعا حبيبي بيكلمني في التليفون مثلا من 3 سيزون فاتوا فهو كان بيصادف انه يوم 4 تصويره، فقول له شوف اكرم انا والله على انا طول ما انا فاضي انا تحت امرك اكرم. فابن المحظوظه ما اعرفش حظه ولا حظي ولا ايه بالظبط، كل يوم 3 وانا ما بكذبش في الشغل انت عارف بتبقى الاربع فاضي واخد فاضي، فانا ساعات يقول لي ايه طب تعالى لي حلقه هو عاوزني سيزون تعالى لي حلقه فاقول له طيب نشوف الحلقه دي احنا ممكن نعملها امتى. فتلاقيه بس يكلمني في التليفون بيوم الاربع جاي الانتاج يكلمني في الاول فاعمل عليهم انا وانا فاضي للكلام ده هو ينفع؟ انتوا بتستهبلوا يعني عاوزين توقعوني مع اكرم يا ريت؟ فيكلمني هو بعديها بشويه بيومي لا بس اللي الناس ما تعرفوش يا بيومي انا عندي اصحاب كتير مراهقين اتفضل اللي الناس ما تعرفوش ان انت بتتكسف وان انت ما بتحبش تقول لحد لا انا عارف وبتعمل حاجات كتير بتجامل وبتاع وبتتحسد طبعا وبيتقر عليك انا عارف انا بقول لا واحده لا مش هقدر وبمضي بالظبط اصل هي واحده ما انا عارف اللي هو ايه بالظبط زي الايه يعني انت متعزم عليها حتى في الاكل انا مش هقدر كل بقى عشان خاطر ما تزعلنيش يلا وبتسوحني في حاجات بقى احيانا فبقى في الحكم ده تليني بالحكم دوت بقى. فاكر لما كلمتني مره انتج فيلم قصير في اسكندريه فاكر انتج ومره كلمتني روح انا وانت نمثل في فيلم قصير في اسكندريه طب في المرتين رحنا والمرتين رحنا طب فاكر لما كلمتني اعمل ديكور مسرحيه اطفال ايوه المهم ان انت في كل الحاجات الغريبه بتصل بيك انت لا في كل مكالمه تقول لي انا عارف ان انت مطحون في اول المكالمه يعني انا برد بطريقه انا يا بيومي ازاي اللي بيتقال لي بجربه فيك انت بتاخد جابه صغيره لا ايوه حبيبي انا عارف انت مطحون انت مطحون وعارف ان اللي بكلمك فيه ده انت مالكش فيه خالص بس انا قلت احمد سيد امين هو اللي هيعمل لي مفيش غيره فخلصت بتبقى المساله كده فبتبقى فبعمل حاجه فاكر وفاكر لما اتصلت بيك في مره قلت لك بدات لك الموضوع كده لما قلت لك اسامه انور عكاشه الله يرحمه كان بيكتب ليالي الحلميه في اسكندريه وحيد حامد ربنا يديله الصحه يروح اسكندريه ما اعرفش نقرا احنا كده في الصحف يعني أيوة ان راح حته معينه مش لازم اسكندريه حته معينه يكتب الفيلم الفلاني او مش عارف ايه بشير الديك راح ما اعرفش كذا يوسف معاطي سافر ما اعرفش خلاص فقلت لك انا عندي شويه حاجات عايز اقراها
طبعا ومش لاقي وقت خالص طبعا. وانت بتكتب حاجاتك ما تيجي نروح نقعد، قلت لي يلا بينا. أيوه. فاكر وسافرنا اسكندريه فتحناش ورقه تقريبا ولا ما فتح، لا ما فتح كنا بس احنا بنعمل ده كتير بس في المره دي رحنا اللي هي كانت حاجات كتير دي. ايوه ما فتحناش ورقه بس نزلنا البسين واتفسحنا ورحنا شيشنا القهوه في اسكندريه وكان ثلاث ايام. انا عارف ان الحاجات دي كلها هتتمضي في الاخر ومضت حاجات كلها مضت. ما انا عارف ان كلها مضت اصل هي بركه يعني بركه اسكندريه بالظبط. والله العظيم ان نعرف حاجه عن الموضوع مفيش اي حاجه في الدنيا. شرفتنا حبد حبيبي يا استاذ بيومي. الله يشرفتني حبيبي يا بيومي بجد. تحرمش. انا سعيد جدا باللقاء بتاع النهارده ويا رب نكون كنا خفاف على حضراتكم يعني. متشكر لحضراتكم جدا ونتقابل ان شاء الله الاسبوع الجاي. بتشطبوا الحاجات دي عادي بقى بتلموها ازاي؟ الحجم ده بتهيألي رهيب. قط يعني قط بسرعه يعني قط حتى لو انا اتلفت ولا يتلم ولا قط مخازن ده ولا يتكهن ولا مش عارف. لا اسمع لا ارى لا اتكلم فيه وكل اللي بيتقال لي هسلم بيه حتى يا بطه مذيع او انت برنامج اللي هتطلع فيه ما تغلطش يا ابني نفسك عامل حاجه ضميرك ده تلف وترميه اطلعوا بره انا من النهارده شغل القرود ده ماليش فيه. لا اسمع لا ارى لا اتكلم فيه وكل اللي بيتقال لي هسلم مرسي يا انا تعبت اعمل وامشي كمل الحيطه خليك مقاود تاكل عيش جرب تغلط تهب منك في سكه اللي يروح ما يجيش ما بتهددش وما تهزتش وبكره تشوف انا هعمل ايه. لا اسمع لا ارى لا اتكلم فيه وكل اللي بيتقال لي هسلم. خلصنا كده ولا ايه؟